وانا تعزرعين ما بدي. عجيان بنرجع لمصلحتنا الاساسيه. خلصت مهنتنا لك الان. اذا بتقرب على عيلتي يا ابو كرمه لاحرق الاخضر واليابس. خلص نحن ما ضل شيء بيجمعنا. باركولي انا اتطلقت لك الان. جابنا تحت الارض. سلم على حبايبك. عندي حل مشكلة التوزيع تبعك. اللي بسمع عنه أو بلمعه واقف على حاوي أو عم ينبش كيس زبالة بيكون عم ينبش قبره بإيده. أنا من إيدك هي لإيدك هي، شو بدك بعمل؟ هدول الناس ما بيمزح معهم. أسهل ما عليهم يخفوك تحت سابع أرض. شمس الموازيمي من عائلات الشام الكبيرة. أنا حاسة إنه هالشغلة مو شغلتك. ساكني هون. شاير عليه الزمان شوي هاليومين. لك ابن الحرام أنا عامله مثل أخي وبيتسري على أساس. بيقوم بيركب لي قرونه بأختي. طاول! اطلع على الكرسي وحط الحبل برقبتك. اطلع! ينفع أشوفك فيني أبي؟ ابنك صار مشرك. أنت اللي قتلت أمي. ولك أنا ظن ما بقبل تظني فيني، فهمتي؟ حطيت أخوك ابن أمك وأبوك 4 سنين بالسجن. وأبو كرمه وصاني إذا ما نفذت سطحك جنبي. عذرني على اللي بده يطلع مني. بس هلأ إنه هيك فوت على المجلس برجلي؟ بعد عن أختي أنت أبو كرمه. عم حس حالي بالبيت خالي مرت أب. السنة اللي بقياني اللي بالسجن أنت بدك تشيلها عني. السلطة شغلة عظيمة. بس بلا مال تسوى فلس مصدي. بدك تتركنا؟ حاولت أحميكم يا هند وما قدرت. والله ما راح يشفي غير راسك. والله اللي اسمه والله. ولك يلا عمسي شو الأزرع؟ والمصيبة إنه عهر الكرة الأرضية كلها عم يتمارس هون بهالمنطقة ومو ناوي يحل عنها.